تمتد خطوط القطارات لمسافات طويلة في خط مستقيم. تأخذ الكثير من الأشياء حولنا شكل الخطوط المستقيمة أو بعض أجزاء منها. في علم الهندسة، الخط هو مجموعة من النقاط تمتد في خط مستقيم بلا نهاية في كلا الاتجاهين. فالقطعة المستقيمة هي أحد أجزاء الخط، وهي أقصر مسار بين البداية ونقطة النهاية. تأخذ ناطحة السحاب عادة بعض الأشكال التي تحتوي على قطع مستقيمة تمتد لأعلى. تحتوي الأدوار أيضاً على أشكال لقطع من الخطوط المستقيمة. الشعاع هو جزء من الخط المستقيم الذي يحتوي على نقطة بداية ويستمر إلى ما لا نهاية بعيداً عن نقطة البداية. تتكون الزاوية عندما يشترك شعاعان أو قطعتان مستقيمتان في نقطة نهاية. تظهر الشمس هنا بأشعة ضوء مكونة للزوايا. توجد الزوايا في الكثير من النوافذ. تظهر زاوية قائمة عند التقاء ضلعي هذه النافذة. فالزاوية القائمة هي الزاوية الموجودة في أحد أركان المربع، ويكون قياس زاويتها 90 درجة. لننظر إلى المزيد من خصائص الخطوط والزوايا. الخطوط المتوازية هي خطوط مستوية لا تتلاقى ولا تتقاطع. تلاحظ الخطوط المتوازية في حواف الطرق المستقيمة والحركة المرورية التي تسير فيها كما في خطوط القطارات. تقسم الطرق السريعة إلى حارات تظهر في شكل خطوط مستقيمة للمساعدة في توجيه المرور. يوجد في حمامات السباحة تقسيمات لحارات متوازية للمساعدة في توجيه السباحين، وإذا قمنا بمد هذه الخطوط إلى ما لا نهاية فلن تتقاطع أبداً. نلاحظ الخطوط المتوازية أيضاً في الهياكل الأصغر حجماً مثل هذا الرواق وهذا السور. تحتوي العديد من الأدوات الموسيقية على الخطوط المتوازية أو خطوط شبه متوازية. انظر إلى أوتار البيانو. توجد خطوط شبه متوازية في أوتار آلة الكمان وأوتار آلة الجيتار. تكون الخطوط المتعامدة زوايا متساوية تمتد في جميع النواحي. على لوحة الشطرنج هذه يمكننا رؤية أين تتلقى الخطوط، فهي تكون زوايا 90 درجة مربعة. يحتوي العديد من بلاط الأرضية على خطوط متعامدة تكون زوايا قائمة عندما تتلاقى. توجد زاوية 90 درجة في هذه الإشارة المرورية، وهذا النصب التذكاري به العديد من الخطوط المتعامدة. لنوضح أين تتلقى الخطوط لتكون الزاوية القائمة. توجد 8 زوايا قائمة. تتلقى الخطوط المتقاطعة في نقطة واحدة. تسير خطوط القطارات بشكل متوازن، لكنها تتقاطع عندما تتلقى بمجموعة أخرى من خطوط القطارات في فناء محطة القطارات. لاحظ كيف تشبه خطوط القطار المتقاطعة الخطوط المتقاطعة. تكون ألواح زجاج النافذة سلسلة من الخطوط المتقاطعة مثل الأجزاء الموجودة في هذا الجسر. ألقي نظرة. حينما تتقاطع الخطوط تتكون الزوايا، فالزوايا على الجسر أقل من 90 درجة، تسمى زوايا حادة. انظر إلى الزوايا الحادة على جانب هذا الجسر، كما أن الزوايا الأكبر من 90 درجة تسمى زوايا منفرجة. توجد 3 أنواع من الزوايا، الزوايا الحادة والمنفرجة والقائمة. يأخذ القسم الأعلى لهذا المبنى شكل شبه المنحرف. توجد 4 زوايا في هذا الشكل حيث تتلقى حواف المبنى. 2 من هذه الزوايا حادتان، و2 منفرجتان. أضلاع شبه المنحرف متوازية، لذا في حال تمديدها إلى ما لا نهاية لن تتقاطع، لكنها توقفت هنا.